شكلت عشائر بني مالك في محافظة البصرة درعا بشريا حول منزل الضابط علي المالكي بعد تهديده وعائلته من قبل زعيم ميليشيا جيش المختار واثق البطاط على خلفية اعتقاله لمتهم إيراني معمم في المحافظة كان قد اتهم بتهريب مادة الزئبق. وأظهرت لقطات مصورة تجمع العشرة من عشيرة الحمودي ضمن عشائر بني مالك أمام منزل الضابط في قضاء الزبير غربي البصرة وحوله محملين البطاط وعشيرته مسؤولية أي ضرر يقع للضابط وأفراد العشيرة التي ينتمي إليها. نطالب عشائر السادة البطاط في العراق كافة اتجاه موقفها من المدعو السيد واثق البطاط في قضية الرائد علي شياع سعيد القانونية والقضائية والعشائرية في حال تعرض أي من أبناء عمومتنا للأذى والاستهداف. كذلك نطالب الحكومة المركزية والمحلية لاتخاذ إجراءاته الفورية لردع كل من تسول له نفسه للدفاع عن المجرمين والخارجين عن القانون. نستنكر بشدة باسم عشائر الحمودي جميعاً التصريحات التي أدى بها السيد واثق البطاط الذي يدعي بأنه قائد جيش المختار سابقاً ولديه تصريحات سابقة واعتقال ومذكرات اعتقال بحقه. ونحن عشائر الحمودي وخاصة الرائد علي شياع مع القانون وليس ضد القانون. نعم تصريحات وبتصريح مقطع فيديو ظهر به السيد واثق البطاط يهدد الرائد علي شياع بالاعتقال وبأفراد عائلته وأفراد عشيرته. نطالب الجهات الأمنية بحماية المنتسبين والجهات المعنية لقائد الشرطة والمحافظة ووزارة الداخلية بالتدخل لفك هذا النزاع.